لفائف اللحم البقري. تسخن المقلاة على درجة حرارة معتدلة. يتبل 600 جرام من اللحم البقري المقطع شرائط مع ملعقة كبيرة زيت زيتون، ثم يطهى اللحم. تضاف ملعقة كبيرة عصير الليمون، نص ملعقة صغيرة أوريغانو. تفرد ملعقة كبيرة من باستو الطماطم المجففة على رغيف التورتية. تضاف قطع اللحم. يوضع أوراق من السبانخ الصغيرة، شرائح بصل أحمر، رشة فلفل أسود وملح، ثم تلف التورتية. تقطع إلى نصفين وتقدم.